استحداث مشاريع التخرج للطلاب والطالبات تعطيك احساس جميل جدا بان الشباب فعلا مهتمين كثير بقضايا المجتمع. هذه المره مي يوسف عملت في مشروعها فوكس على موضوع التحرش الجنسي وسمت حملتها بمسمى حدود. هنعرف اكيد تفاصيل عن هذه الحمله مع مي يوسف اللي نورتنا اليوم. نوره مي. شكرا بنورك. بداية قبل لا ندخل في تفاصيل الحملة الجميلة اللي حقيقي نحتاج نعرف عنها تفاصيل أكثر، كلمينا عن نفسك، تخصصك وأيضا عملك بعد التخرج. طيب أنا اسمي مي يوسف، فاوندر لحدود، وبشتغل دحين سوشيال ميديا اكزيكتيف في OMD. أنا متخرجة من جامعة تكنولوجيا قسم ادفرتايزنج كوميونيكيشن السنة اللي فاتت دفعة 2019. طب لما وصلتي لفكرة مشروع التخرج بإيش كنت تفكري قبل ما تفكري بمشروع حدود؟ طيب هو بالعادة أكثر اللي بيكونوا قريبين من مشاريع التخرج أو فترة التخرج من قبل بفكر إنه إيش ممكن نسوي شيء يفيد المجتمع أو حتى نطلع بفكرة كويسة. فمن قبلها بسنة أو سنتين شفت مشروع تخرج عن التحرش الجنسي في مصر، فمرة عجبتني كيف الفكرة، وبالذات ما اختاروا الأطفال، اختاروا الفئة العمرية الأكبر شوية، وكيف بيبين إنه من جد الإعلان لحاله من غير كوبي رايت من غير شيء بيبين التحرش الجنسي. فمن وقتها قلت إنه وقت ما يجي فترة تخرجي أنا حاخذ دا المشروع وأسويه عشان السعودية. الله عليك. وكان تقريبا العمر بين كم وكم، يعني فئة الشباب نقدر نتكلم عن التحرش الجنسي عند الشباب؟ هو أنا أيوه مستهدفة عامة مو بس الأطفال، يعني أنا لو جيت طالعت هنا أكثر حملات التحرش الجنسي بتستهدف بس الأطفال لسن معين، كمان يعني فوق 10 سنين ما بتستهدفهم. بس أنا أخذتها من كل الأعمار عشان حتى اللي في أعمارنا أصغر أكبر بيتعرضوا للتحرش سواء لفظي أو جنسي. حلو، طب كلمينا عن فكرة حدود. طيب حدود هي كان حول حملة توعوية عن التحرش الجنسي في السعودية تستهدف كلا الجنسين بكافة الأعمار. فكرة حدود أو كيف جاء اسم حدود، لما جيت أطالع إنه إيش يعني إيش الكلمة اللي إحنا دائما نقول إنه بنحط حد لأحد، فهي كانت الحدود، فليه ما بنحط حدود للناس؟ بعد ما سويت الريسيرش حقي وجلست أدور أكثر، انا بالنسبه لي ان انا اسوي حمله زي كذا في السعوديه هو شيء يعتبر ممنوع. لا مو هو مو ممنوع، هو جريء شويه. أيوة. ان من طالبه ما يقدر جامعيه. أيوة. تفكر بهذا الموضوع، ولكن موضوع جميل جدا وتوعوي بالنهايه. أيوة. فكنت مره خايفه انه كيف اصلا حتى المجتمع يتقبل فكره زي دي، انه احد يطلع يتكلم عن شيء زي ده. بس عملت ريسيرش وكذا، طبعا كلنا بنفكر انه لما يجي تحرش جنسي اللي هو حيجي من برا من عامل عامله كذا، ما تفكر في بالك انه ممكن يجي من احد ثاني، من الاهل او إيه. اقرب الناس. بعد الريسيرش، هو الريسيرش حقي عكس لي كل شيء تماما. انا وقتها عرفت انه اكبر نسبه بتيجي من جوا مو من برا، وحتى ده الشيء اثبتته هيئه حقوق الانسان في السعوديه قبل اسبوع لما عملوا ورك شوب، اثبت انه 75% من التحرش الجنسي بيجي من جوا بيئه العائله مو من برا. كلام كبير للاسف فعلا. طب مين الأشخاص اللي أخذتي رأيهم ودعمهم وعشان تبحثي أكثر في هذا الموضوع؟ الدعم أخذته من الجامعة، من أهلي، من خطيبي، يعني كلهم كانوا بالعكس بيدعموا الفكرة لأنه هو شيء جريء وما في أحد قدر يتكلم عليه قبل كده، أو حتى لو تكلموا عليه ما كملوا فيه أو مو بنفس الكونسبت أنه من جوا بس العيلة أو أنه يستهدف فئات عمرية غير. طيب ايش اكتشفتي من البحث بعد ما قمت بهذا البحث والاستطلاعات؟ قولي لنا، نبي نعرف معاكي. طيب هو طبعا وقت الريسيرش حق مشروع التخرج، انا زي ما قلت لي قبل كده انه اكثر الاشياء اللي انا يعني اكتشفتها انه اكثر شيء بيجي من جوا البيت مو من برا. يعني هو عكس لي رؤيتي تماما. رحتي سالتي وين سويتي؟ كلمت دكاتره نفسيين كذا احد، بعت سيرفي في السوشيال ميديا، والسيرفي اتعمل على 100 شخص، وحتى عرفت وقتها الفئات العمريه ايش اكثر يعني عمر بيتعرضوا فيه للتحرش الجنسي، عرفت اكثر شيء من فين. فدي اشياء كلها يعني تغير وجهه نظرك عن كل شيء. بعد ما خلصنا من مشروع التخرج، وبالعكس يعني الفيدباك عليه كان مره كويس، وقتها قررت انه ما استنى سبونسر او شيء زي كذا، بالعكس انا اطلع، لانه انا كان هدفي انه انا اساعد الناس واوعيهم، فالمفروض انه ما يوقف ولا لفتره قصيره. بعدها فكيت في انستغرام كانه يعني البلاتفورم اللي دحين ترندي وكل الناس بتشوف النيوز عليها، وقلت انه يبدا هناك. حتى الفيدباك من الناس عكس اللي انا تخيلته، يعني انا قلت احد حيهاجم حدود انه ما هو شيء المفروض ينفتح.
بس لقيت بالعكس يعني ناس مرة كتير إنه عاجبهم دا الشيء ويبغوا إنه الحساب يكمل أو يدعم زيادة. طب ومين أكثر فئة بعد ما سويتي هذا الاستطلاع شفتي إنها تتعرض لهذه المشكلة وأكيد كانت التبعات قاسية جدا عليهم؟ أكثر فئة يعني أنا شفتها بغض النظر إن الفئة دائما اللي معروفة أطفال، بس أكثر الفئة خلينا نقول المراهقين هم اللي أكثر فئة بيتعرضوا لهالشيء. مثلا لو حاجه أقول للفئة اللي أكبر من اللي بعد 20 أو 21 سنة اللي في سني مثلا ممكن تتعرض اللي هو زي لما تمشي في الشارع، زي الأشياء اللي دحين حتى بنشوف إنه بيتبلغ عليها يعني. بس الحمد لله يعني عندنا قوانين لمنع التحرش وضد التحرش، وما صار في اتوقع في الفتره الاخيره يعني شباب بيتحرشوا بفئه كبيره. اللي صار حلو في البلد انه الناس صار عندهم شجاعه اكثر ان هم يتكلموا عن شيء زي ده، صار عندهم اللي هو حق انا اقدر اروح اخذه. فحتى زمان مثلا من الاشياء اللي اكتشفتها قريب ما كان احد يصور عشان يبلغ عن تحرش جنسي، ما تلاقي البنت او الولد يسوي شيء زي ده، بس دحين البنت صار عندها جرأة اكبر ان هي تصور وتاخذ حقها بنفسها. وهذا اللي كنت بسألك، هو بالفعل يعني في الغالب ممكن الضحايا يلتزموا بالصمت خوفا من الاهل، خوفا من المجتمع، فهنا نحن اليوم كيف ممكن نحفزهم ونخليهم ما يصمتوا ابدا وبالعكس يتكلموا عشان ياخذوا حقوقهم في النهايه؟ انا عن نفسي شفت يعني أنا أكثر الناس اللي بتجوني سواء بنات أو أولاد ما بيتكلموا أو ما بيقولوا عشان فكرة العار أو الخوف إنه أحد إيش يقول علي، ولو صار كذا طب أهلي إيش حيصير فيهم لو إنه التحرش الجنسي ده جاني من جوا البيت. وأنا بالنسبة لي هو العار أو الخوف المفروض ما يكون منك أو منك، هو العار أو الخوف المفروض يكون من المتحرش ذات نفسه. أنا المفروض أوقفه، عشان إذا أنا ما وقفته هو حيرجع يسوي لي ده شيء ثاني، لو مو أنا حيرجع يسوي لأختي، قريبي، أخويا، أي شيء. لأنه بالنسبة له ما في شيء يوقفه، فأنا صحيح. عادي أكمل شيء زي ده. طب بعد ما نشرتي هذا الفيديو وشفتي التفاعل الكبير اللي صار في السوشيال ميديا، هل يعني لمستي أثار إيجابية أنه فعلا بدأ المجتمع يتغير؟ هل لمستي نتائج جيدة؟ أيوه، لما القوانين بدأت تتغير، لما تلاقي أنه حتى لما تيجي بتبلغي أو كده في أحد بيدعمك، في أحد معاكي. يعني أنا مثلا قبل ما أنزل كل شيء في حدود يعني من ناحية البلاغات أو كده، أنا كنت بجربه بنفسي أنه أنا أتصل على 19 19 ولا أقدم بلاغ في كل الأمن، جربت كل شيء بنفسي عشان لما أقلها الناس تيجي تستفسر أنا أكون عارفة إيش بقول لكم. يعني ما دي لهم على الطريق غلط. فعرفت في كم دقيقة مثلا كل الأمن يتصلوا بي بعد البلاغ، عرفت مثلا لو أنا اتصلت على 19 19 متى يرسلوا لي سيارة شرطة، إيش الإجراءات بالضبط اللي هم بياخذوها. فحتى إنه الجهات الأمنية صارت بتدعمك أنت أو أنت إنك ما تخاف يعني وتسكت عن شيء زي ده. طب إيش أصعب مثلا قضايا التحرش اللي سمعتيها وأنت بتسوي هذا البحث؟ أكثرها كانت من جوا البيت، اللي هو جوا يعني مثلا زي أبو يعني وأخو، فده كان بالنسبة لي يعني هو صدمة، اللي هو يعني لما حتى كنت أنا من جزء من الريسيرش حقي كان أنا أتكلم مع ضحايا، فلما تكلمتي معاهم وسألتيهم أيوه لأنه الريسيرش كان حقي يعتمد على سيرفي وعلى إنه أنا أعمل انترفيوز مع الناس، بس أنا خليتها إنه فون كولز أكثر عشان ما تكون أبورتشري. إنك تروحي وتتكلمي مع ضحايا ممكن يكونوا تعرضوا لشيء سيء جدا مثل التحرش الجنسي، خصوصا انه يكون من الاهل يعني من البيت من الاب او هو كان شيء مره صعب. يعني فعليا انا لما كنت اكلم كل ضحيه انا فعليا اكون ساكته، انا لاني ما في كلمه اقدر اخففها يعني انه اقول لها معليش ايش حتفيدها هي او هو، ايش حيفيدهم معليش. هي حياتهم تعتبر خربت كجزء ما في نفسيتهم، هي خربت صح. فكنت اسمع ومره اشكرهم من قلبي انه ساعدوني على شيء زي كده ووصلوا حدود لمكان، لانه من غيرهم حدود ما كان حيوصل لبارت زي ده على الريسيرش اللي اتعمل عليهم. والله انا احييك مي على جرأتك في التفكير يعني بموضوع وقضيه اجتماعيه مهمه جدا في المجتمع مثل هذه القضية. والحمد لله نحن نشكر ربنا على نعمة الأمن والأمان، نحن في بلد يعني في قانون والقانون يشمل الجميع في النهاية. أشكرك، يعطيك ألف عافية على فكرة هذا المشروع، ونتمنى فعلا من منصة ساعة شباب، منصة انستغرام، أن تكون فكرة مشروعك وصلت للكثير، وخلاص نحاول نوعي المجتمع ونغير الفكرة بشكل أكبر. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين للأخبار.